الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. We were pleased today to be shown this new app, Islamicly, and we found it really very useful. It's going to be a milestone in the dissemination of the Sharia-based information about life in total. Now they started with the equity criteria, and the content of this app is really extremely useful to everybody who's interested in investing in equity. And inshallah, it will grow to become really useful in all aspects of life to help Muslims cling to their Sharia and make sure that the things they do, they eat, and they invest in is in line with the Sharia requirements. We thank very much the developers and wish them, inshallah, all the luck. السلام عليكم ورحمة الله. طلعنا الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اطلعنا اليوم على هذا التطبيق المسمى Islamicly، وبحمد الله وجدناه تطبيقا ممتازا يخدم المسلمين ويساعدهم على التمسك بشعائر دينهم فيما يتعلق بالاستثمار في الأسهم، ويقدم لهم خدمات جليلة ومجانية في اختيار الأسهم ومعرفة الجزء المحرم من إيرادات الشركات، وعمل محفظة خاصة بهم لمراقبة تحرك هذه الأسواق وما إلى ذلك. وإن شاء الله هذا المشروع سيتوسع ليشمل أشياء كثيرة تتعلق بحياة المسلم فيما يتعلق بالطعام ويتعلق بالأشياء الأخرى إن شاء الله. ووجدناه خدمة جليلة للمسلمين جميعا، فنشكر القائمين عليه وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يكون عونا لهم في مزيد من الإنجازات، والله سبحانه وتعالى الموفق. شكرا.